وتشرب وتعرس وتطلق وتركب مواصلات وتعمل حادث خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم تموت بعدين ثم يحييكم بعدين يوم القيامة. ها أربعة دي قال لك هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من حياة الأربعة دين من شيء؟ يعمل حاجة من الأربعة دين؟ ما يقدر. عشان كده بعدين ربنا قال سبحانه وتعالى عما يشركون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر من اللي بيسوي ده كله؟ ومن يدبر الأمر؟ قال فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إذن يا أخوان نرجع لموضوعنا، قلنا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين اثنين حمزة والعباس. اتكلمنا عن موقف من مواقف العباس، ندي موقف من مواقف حمزة لأنه الزمن ما بقضي. أنا دار أدي موقف لأي واحد من الأربعة، لأي واحد من أعمامه الأربعة. كلام من كلمات الأولياء ربنا أكرم به أولياء وكان الصحابة يأتون. طيب حمزة رضي الله عنه السبب الذي أدخله في الإسلام إنه يوم من الأيام وهو داخل وراجع من الصيد قابلته جارية لعبد الله بن جدعان فقالت له ما رأيت ما صنع أبو جهل بابن أخيك؟ وكان مشرك الوقت ذاك وبيعبد الأوسان وبيطوف بالكعبة، مشركين كان بيطوفوا بالكعبة وبيعظم حرمات قريش. لكن لما جاء أبو جهل، وأبو جهل من بني عبد شمس من بني مخزوم، والقبيلة دي قبيلة كانت رأس العداوة ضد النبي عليه الصلاة والسلام، بني مخزوم. منهم أبو جهل ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد اتزوج منهم، وزواج منهم ده كسر شوكة القبيلة دي شوية ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد الدعوة الإسلامية. المهم أبو جهل مر بالنبي عليه الصلاة والسلام أساءوا ونبذوا وشتموا شتيمة شديدة، النبي عليه الصلاة والسلام ما رد عليه ولا سأله خلاه. فات الجارية دي تكلمت حمزة قالت ما رأيت ما صنع أبو جهل بابن أخيك فإنه قد سبه سبا قبيحا. فحمزة غضب جدا. ابن هشام في السيرة قال وكان أعز فتى في مكة وأشدهم شتيمة، يعني قوة وشراسة ما في زول بيقدر عليه، وكان بيحترم مجالس قريش بيجي بسلم عليهم كده. أول ما سمع أبو جهل عمل العملية دي مشى عليه طوالي، ما سلم على مجالس قريش ولا اشتغل بهم، مشى عليه في محله هناك كويس وشايل له قوس في يده بتاع السهم ده، ضربوا به في راسه قال فشجه شجة منكرة. الشجة دي الضربة في الراس، لو طقوك في راسك لما جبت الدم دي في بالعربي اسمها شجة. طق في راسه قاعد في نص القرشيين من اهل ذاتهم بني مخزوم قاعدين، قال له أتسب محمدا وانا على ديني؟ وهما على دين الوقت ده، وما على دينه، لكن أخذته الحمية لابن أخيه دود أخوه تسب، قال له وأنا على دينه أقول ما يقول. قال لي أنت ما دام بتقول محمد سب آلهتنا وسفه أحلامنا وعاب ديننا أنا ذاتي بسبها لك وبعيب دينك وآلهتك أقول. قال له ما يقول، أنا بقول كلام اللي بقوله ده كله. قال لي رد علي إن استطعت، أنا هذا واقف قدامك وطقيتك في راسك، وكان راجل رد علي، رد علي إن استطعت. فقام ناس من بني مخزوم دارين ينصر أبو جهل ويقعوا بحمزة. أبو جهل مع شركه ده كان عنده ذكاء، قال لهم دعوا أبا عمارة خلوه ما في زر يسألوا.
ليه؟ لأنه لو قامت الشغلة في الوقت ذاك بني هاشم كلهم بيخشوا، وبني المطلب وبني عبد مناف كلهم حيخشوا معه وحينصروه. قال لهم خلوه خلوه. أنا قال لهم سبيت ابن أخيه سبا شديدا منكرا، خلوه. وده من ذكاء في التصرف. لكن بعد ده ابن هشام قال فغضب حمزة وأخذته الحمية لما أراد الله به من الكرامة. الموقف ده كان ذاته موقف خير لحمزة رضي الله عنه. أول ما رجع حمزة قال راجعت حساباتي براي، راجع حساباته. قال وندمت على فراق دين آبائي، ندم على أنه أنا فارقت دين مكة وتعظيم الحرمات ودين قريش كده. قال بقيت متنازع، لأنه هو قال الكلمة في الأول حمية بقى متنازع. قال فصرت أياما لا أكتحل بنوم. كم يوم أنا ما بنوم ذاته من الهم اللي وقع بيه. قال حتى أتيت الكعبة ودعوت الله. تعرف ذاته أنت المشركين ده في وقت شركهم ده ذاته أكان بيعرفوا الله وبيدعوا الله. النوعية اللي ما فهم الشرك شنو ما حتفهم التوحيد شنو. نوع ده أبصل على البكورك ده لأنه ما فهم الشرك شنو، عشان كده ما حيفهم التوحيد شنو. وإنت لو دار الصوفية يعلموك ما بيعلموك. ليه؟ لأنه زول ما عرف الغلط ما بعرف الصح، مش كده؟ أنت لو ما عرف الغلط ما بتعمل الصح. في الكورة دي أنت لو ما عارف الفاول شنو أنت ما حتعديها فاولات كلها، صح؟ لعبك كله بيبقى فاولات. لابد تعرف الفاول والأوف سايد، لأنه الفنيلة بتاعتك بتاع الكورة بقول لك لو بقت ورا المدافع وضربوا لك الكورة وبس فنيلتك ورا المدافع ده أوف سايد، مش كده؟ ده أوف سايد. أنت لو ما عارف الأوف سايد، ها؟ لو ما عارف الفاول، لو ما عارف البلنتي كيف، أنت في الكورة حتكون جاي صايد، حتكون درويش جوا الكورة، درويش بتطقش. فهمت؟ في الحرام ده يا أخي في الدين داير أنت ما تكون عارف الشرك شنو؟ الشرك المشرك ده ممكن يكون بعرف الله وبيدعو الله، تلقاه رافع يديه بينادي في الله وبيسأل وبرضه مشرك. مشرك ليه؟ لأنه بعدين هسه مش نادى الله، بعدين بنادي غير الله. مرة هنا ومرة هنا، مرة هنا ومرة هنا، ولا ينادي الله بواسطة، ما بنادي طوالي، بنادي الله بواسطة. يا فلان تندع الشيخ عشان يوصلك لله، ده شرك برضه. حمزة قال بقيت بدعو في الله. قال واتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبتني الله على الدين. قال فذهب عني ما كنت أجد. ارتحت طوالي نفسيا واستقر على الإسلام. بعد ذلك كان عنده مواقف قوية جدا، مواقف قوية. وقريش قالوا بعد ما أسلم حمزة لقد عز رسول الله وامتنع. تاني ذول بيقدر يهبشوا ماف لأنه قوي، ما بذول يقدر يصلوا. حتى لما أسر أمية ابن خلف أسروا عبد الرحمن بن عوف، لما أسروا بقى بيسأل في يوم بدر، قال له من ذاك الرجل المعلم بريشة النعامة، عنده ريشة نعامة في صدره، من ذاك الرجل؟ قال له ده حمزة. قال هذا الذي فعل بنا الأفاعيل. قال ده في غزوة بدر كان يهد المشركين هدا. انت شفت لك يوم بوكلين، البوكلين البيتفور الحيط برمين ولا بسموش البيتفور كده، ذاك حمزة ده بيهدهم زي البوكلين، فهمت؟ بيتفرهم دفر، البطوق كله بيشقوا النص. قتل جد، قوة وشجاعة، وما قدروا يقتلوه إلا غدرا رضي الله عنه وأرضاه. عنده المواقف دي كلها. طيب نمشي قدام موقف المخزول أبو جهل أبو لهب. دعم النبي صلى الله عليه وسلم نمرة ثلاثة. أبو لهب لما النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس وكورك أو صاحة على رأس جبل الصفا، لما صاحبهم يا صباحا يا صباحا يتلموا، قال لهم لو أنا كلمتكم قلت لكم في خيل جاياكم، ده خبر ساي، وديتكم خبر قلت لهم في خيل جاياكم بورا الوادي ده، بتصدقوني ولا بتقولوا كذاب؟
قالوا ما جربنا عليك كذبا. هون عارفين كده، عشان كده ابو طالب قال ولقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا، ما بيكذب، عارفين المعلومه دي، ولا يعنى بقول لا باطل، ما بيكذب ولا بقول باطل كويس. اها قال لهم صدقوني، قول لي ما جربنا عليك كذبا، انت صادق وما بتكذب. قال لهم اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بس كلمه واحده لا اله الا الله. طبعا المشركين الزمان العربي ده بعرفوا وبيعرفوا الكلمه دي بتقتضي شنو ومعناها شنو. لا اله الا الله بتقتضي انه تاني ما يعبد اللات ولا العزى ولا منات ولا هبل ولا ينذر الصالحين ولا يتوسل بهم، كل ده انتهى. في الاول هم قالوا لنا كلمه هينه، في بعض المواقف قالوا له 1000 كلمه نقول لك، مش كلمه واحده، 1000 كلمه نقول لك. قال لهم بس لا اله الا الله، هم فاهميننا. بعد ذلك قالوا له اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. الالهه كلها نخليها نبقي واحد. اسال يا اخواننا عليك الله الصوفيه دي احنا كان كلمناهم زيدك بس بالراحه بروقك، مش كلامنا الجبال لك حال، خليه ده خلوه اسال بروقك يا ناس. ما تنده الكباش ولا البرعي ولا الصائم ديمه ولا وتحسون ولا البدراب ولا ود اسمه منه ده رجال كده باس، خلوهم دين نادوا الله. الكلام ده كعب. ابو طالب كان بيقول لهم وما عيب من دعا الى عباده الله وحده، ده مشرك كان مشركه. قال لهم وما ذنب من دعا الناس، وما ذنب من دعا الى التقى. الزول بيدعو للتقى ذنبه شنو؟ ابو سفيان لما مشى لهرقل عظيم الروم قال له وما يدعوكم محمد، كم يدعوكم لشنو؟ قال يدعونا الى افراد الله بالعباده. شوف المشركين ده ذاته كم يتعاملوا بصدق. السلاله يا اخي ناس مش من المشركين، ناس منا اهل السنه المسلمين ساكنين من اهل السنه، قالوا كده هم قالوا من اهل السنه. تسالوا تقول له رايك شنو في الجماعه ديل؟ الشباب ديل رايك فيهم شنو؟ بدل يبقى صادق ويقول لك اي والله الجماعه ديل نحن جبنا لنا اراء جديده، بنرى انه نتعاون مع الصوفيه ونتعاون مع الاخوان المسلمين ونتعاون مع التكفيرين، والشباب ديل ما بيرضوا الكلام ده، ده الخلاف بيناتنا اساسه هنا ده. بدل يبقى صادق يقول لك لا لا الشباب ديل بيسبوا العلماء وقليلين ادب وما يا دول ما تكذب. انت ما تكذب خليك صريح يا اخي. المشرك المشرك انا ذاك ابو سفيان وقته كان مشرك رضي الله عنه واسلم بعد ذاك وقت المشرك هرقل ساله قال له ماذا يدعوكم الى ما يدعوكم لشنو؟ قال يدعونا الى ان نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا ما نعبد اللي بيعبدوا ابواتنا، ويدعونا الى الصدق والصله واحترام الحرمات وصلة الجار، ويدعونا إلى مكارم الأخلاق. شوف الزول ده صادق كيف مع إنه مشرك، عرفت الكلام ده؟ مع إنه مشرك كان صادقا كويس. المهم ده نرجع للقصة بتاعت منو؟ بتاعت أبو لهب. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى هذا قال له تبا لك ألهذا جمعتنا؟ إنت قال له منادينا عشان تقول لنا اعبد الله براو وما تعبد معه تاني احد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوفود، الوفود البتاي داخله على مكه كويس، يعلمنا الاسلام ويدعوهم للدين. ابو لهب بيمشي بوراو يقول لهم ده ولدنا ولا تسمعوا اليه انه كذاب. رجل وضيع، تقسم ابو لهب ليه؟ لانه وضيع الوجه وشو كده يعني بريكش وجميل كويس. بيقول لهم ده ما تتبعوا وما تسمعوا كلامه وهذا كذاب عليه لعنة الله. عشان كده ربنا نزل في القرآن تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. شوف بالله من صدق النبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن أبو لهب ده ذات ما حاول، زي ما بقول لك الجماعة حاول يعني يقول لك فلان ده داري يفشلني. انت لما تقول لك كلام تقول لهم زول ده ما نافع، ده تقول لهم الجنة ده ما بيقرا،
ما بيقرا ده، ما بينفع تاني في القرايه. اكان داري يفشي لك، ها كان داري يفشي لك، ممكن يمشي يخش عشان يخيب كلامك انت ده. كويس، ابو لهب ذاته لحد ما مات ماد على الشرك بتاعه ده، ولا حاول ذاته يخطئ القران، لانه ربنا قال سيصلى نارا ذات لهب. طيب لو اسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم بخش الجنه ولا ما بخش؟ بخش الجنه، لكن من صدق القران انه ما يسلم، والايات اللي بتبشره بجهنم قاعده تتلى لحد ما هو يموت ويخش جهنم. الرابع والاخير، انا ما اقدر اطول الكلام، الرابع والاخير والكلام عنه كثير، بختصر لك موقف او موقفين منه. ابو طالب، ابو طالب ده تعرف لما تقرا سيرته بجد، لما تقرا سيرته انا شخصيا والله قاعد يخوفني جدا، والله لما نقرا سيرة ابو طالب ده بخاف. يا اخواننا الراجل ده قدم خدمة للاسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام، الخدمة دي والله ما قدموها ناس الليلة دي كتار، بيدعوا الدين وبيدعوا الاسلام ذاته، قدم خدمة ما عادية. لكن بعد ده كله في حاجة واحدة ابى يعملها، حاجة واحدة، ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الدين، يعني بيدافع عنه وبيحبه ومقتنع بانه دينه ده حق، دينه ده عجبه ده حق مقتنع به، لكن بس ما اتبعه. شوف المحبة بتاعته، المحبة والدفاع وده كله ما مرقوا من جهنم. والله انت لما تتذكر مواقف زي دي ولا تخاف على رقبتك يا ناس. يا اخي زول بيقول له للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له امضي ما عليك غضب، ولقد صدقت ثم كنت امينا. امضي، قال له ارمي قدام، وزول بهبشك ما في. اه قال حدبت بنفسي دونه وحميته، انا قال مركت للدفاع عنه وحميته، ودافعت عنه بالذرة بالإبل العظيمة والكلاكل بالحديد، دافعت عنه. قال فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير باطل، دينه ده حق وربنا أظهره وغير باطل. كويس، قال فأصبح فينا أحمد في أرومة يقصر عنه ثورة المتطاول. الثورة يعني الغدر والكده والمكروه، ما بيقدر يصلي. وقال ثورة المتطاول، قال وإني لعمر الله، قال وإنا لعمر الله إن جد ما أرى. لما حاصرون في الشعب دو الشعب ما يقدروا يطلعوا ولا يتزوجوا منهم ولا يصلهم أكل، محاصرين جوا، بقى محاصر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويحميه يشيله ينومه في محل أولاده عشان لو جاي أي مكروه يصلي أولاده ما يصليه. شوف الدفاع ده كيف. بعد كله قال لما يتكالبوا عليهم، قال وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا، بني سهم وبني مخزوم دي الناس أبو جهل، قال تمالوا وألبوا علينا العدا من كل طمل، الطمل ده زول المغفل يعني، وخابلي زول المخبول الأهبل، لم المتردية والنطيحة والمجرمين اتكالبوا كلهم علينا من كل طمل وخابلي. كويس، اتكالبوا عليهم، قال لهم وإنا لعمر الله إن جد ما أرى. الشيل بيسووا فيوتو ده ودرت جد، قال لتلتبسن سيافنا بالأماثل، نحن سيوفنا دي والله تضرب الكبار فيكم. وهو ما مسلم الوقت ده، انتبه للكلام، ما مسلم مشرك. شفت الدفاع ده كيف؟ وصيغ علقوه ابن كثير، قال وهذه القصيده، قصيده ابي طالب في مدح النبي عليه الصلاه والسلام، قال اقوى من المعلقات السبعه بتاعه العرب اللي كانت بتفتخر بها، معلقه عنتره ومعلقه زهير ومعلقه اقوى منا كلها. قصيده قال
قال لتلتبسن أسيافنا بالأماثل بكفيفة مثل الشهاب سميدع، السميدع يعني الشريف. قال أخي ثقة حامل حقيقة باسلي، باسل الشجاع. قال شهورا وأياما وحولا مجرمة، سنة كاملة قال صبر بس على الحرب، سنة كاملة صبر على الحرب معاكم. ده كله دفاع عن منو؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، كله دفاع عنه. قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاف من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل. بعد الدفاع ده كله النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو على فراش الموت. شوف فهم النبي صلى الله عليه وسلم للدين وفهم الإسلام الحقيقي. شوف الفهم كيف. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ما دام هو بحبني ودافع عني خلاص أنا أخليه، لا، لأنه لو ما قال لا إله إلا الله، لو ما عنده توحيد محبة ما بتنفعه. الصوفية ما يغشوك، يقول لك ما عنده محبة ما عنده الحبة، بس تحب، بس المحبة ما براء. تحب النبي براء وما كفاية، تحب الله الله براء وما كفاية، تحب الله وتعبده، تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه. أما محبة لله من غير عبادة أو مع الشرك ما بتنفع، براها. ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من غير اتباع ما بتنفع. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له انت كتبت قصيدة أكثر من 90 بيت في مدحيانا خلاص ثاني ما عندك مشكلة. زي الليلة شباب، شباب ضايعين بتاع الصوفية، شباب ضايعين، يجيبون لك صف، فرقة الصفوة، فرقة الصحوة، فرقة منو، واقفين صف بس زير شغلتهم بيمدحوا ويك 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 ويك، يمدح الليل كله، صلاة ما بصلوا. واحدين، انا مش اقصد الاسماء دي بالذات، اسماء دي انا ما بعرف لهم صلاة ولا بعرف لهم غير صلاة، لكن دي كنماذج، نماذج انا بعرف شباب غير ديل. الواحد يقول لك عندنا ذكر، زمان كنا بنلعب الكورة، بيجوا معانا لابسين كداراتهم، انتهت الكورة، شفتها؟ بو من الكورة رأسا لحلقة المديح بكدارته، ما ملص عشان يصلي، ما ملص عشان يركع لله ركعة، يمسك النوبة دي بدق ل 11 بالليل، لا مغرب، لا عشاء، بيمشي بنوم، بكرة الصباح بيجي بيسألوه، آه كيف؟ قول له ذكر يا من الكورة الذكر. حب النبي، الما بالنبي، حب النبي برا صلاة؟ برا صلاة؟ صلى لله ما تصلي؟ تقول بحب النبي؟ دي محبة شنو دي؟ ولا محبة بالشرك؟ عشان كده أعرفوا يا ناس، النبي عليه الصلاة والسلام ده عمه ده كان بيحبه محبة شديدة، محبة شديدة، قال بيحبه، قال حدبت بنفسي. حدبت يعني شنو؟ يعني انت لو شافك داير يضربوه بحجر انت بتدسه كيف؟ بتخطه كده فيك وبتدسه كده بتلمه عليك. حدبت بنفسي دونه وحميته، ده دافع عنه وحماه، لكن ده ها كل ما نفعه بحاجة. قال لي يا عم يا عم قل لا إله إلا الله، دي اللي بتمرقك من النار، دي اللي بسببها ربنا بدخلك الجنة، دي اللي بسببها انت بتبقى مسلم ويحمى مالك ودمك وعرضك. دي لا إله إلا الله بسببها ربنا سبحانه وتعالى شرع الجهاد. كلمة لا إله إلا الله دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم حارب فيها قومه، الكلمة دي وتقولها بحق ما بباطل. عشان كده لو كانت كلمة لسان كان قالها، لو كلمة لسان أكان بيقولها. عشان كده قال لعمري، قال والله لولا أن أجيء بسبة، لأنه الكلمة دي بتقتضي شنو؟ بتقتضي إنه اللي بيعملوا فيه أبواته باطل، اللي بيعملوا فيه أبواته من عبادة الأنداد وعبادة الشركاء باطل، تقتضي كده. عشان كده أبو طالب قال لهم والله لولا أن أجيء بسبة، لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لو ما أنا خايف أقول لا إله إلا الله وتبقى سبة لأبواتي وسبة لدين أهلنا. قال لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التخاذل. قال كنا بنتبعه، لكن قال أنا خايف لما أقول لا إله إلا الله يقول لي أنت سبيت أبواتك. ما قال لا إله إلا الله،
ما قاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، وصحبانه كانوا معه على الدين بتاعهم، يقول لو ترغب عن ملة عبد المطلب تخلي دين أبواتك وتموت، ترغب عن ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لا أستغفرن لك، لا أستغفرن، أستغفر لك لما كان عنده من الحماية والزود عن الإسلام ونصرة الدين بالقوة. قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى بالله. شوف الآية نزلت عشان تعرف الدين ده ما فيه مجاملة، التوحيد ده ما فيه مجاملة. ما تقعد انت تدهنس تدهنس وتضيع التوحيد وتسوي مجاملات. ما دي لحالنا يا مولانا يا أخي، هتقول لك الصوفية ده المهلنا وما في حاجة، يعني كون الواحد مشى وسف التراب في القبر فيها شنو؟ يعني كونه قال يا وتحسونا فيها شنو يا مولانا؟ فيها شنو؟ انت ما عارف فيها شنو؟ لاسا لاسا انت ما عارف فيها شنو؟ لاسا ما عارف كيف فيها شنو يعني؟ ده ذاته اللي دخل الناس جهنم، ده اللي بيدخل الناس جهنم. تمشي تحلف بالشيخ، تمشي تدعو الشيخ وتنده وهو ميت، ده اللي بيدخل الناس جهنم. ما تقول لا فيها شنو؟ شوف الآية نزلت دي، ربنا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولو قريبك، قريبك مشرك بدعو غير الله ما تستغفر له، ما بدوس، ما تمشي تقف جنب القبر حقه اللهم اغفر له وارحمه، مش مات مشرك. أيوة ما بدوس. دي آية سورة التوبة، آية صريحة واضحة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعد ذلك ذكرك عشان ما تقول لهم إبراهيم قال لأبوه لا أستغفرن لك، إبراهيم ما قال لأبوه لا أستغفرن لك. ربنا ذكرك قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله عمل شنو؟ تبرأ منه. ده من منو؟ من أبوه. يا ولد أولاد عمنا يا شيخ، ده أولاد عمنا. أبوه تعرف أبوه؟ أبوه بتعرف معناه شنو؟ أبوه. قال تبرأ منه. ربنا قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ده أوصاف عالية جدا، فوق أوصاف عالية. ليه؟ لأنه تبرأ من أبوه المشرك وحارب في التوحيد وكان أمة عليه الصلاة والسلام. الموضوع ده شرحه بطول، لكن كده اديناك معلومة عن الأربعة أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. أدع المجال لشيخ شهاب يختم لنا سريع.